اخبار اليوم. بنعرف الهدف من المنتدى النهارده ايه؟ تخطيط العلاقات الاقتصاديه بين البحرين ومصر وترجمه العلاقات القديمه التاريخيه القويه التي تربط البحرين الشعب البحريني بالشعب المصري. الاتفاقيات اللي تم توقيعها النهارده المجالات اللي تناولتها؟ والله انا مش متاكد يعني كلها افراد بين شركات وشركات، لكن هي خطوه على الطريق الصحيح وان شاء الله تنتج مشاريع كبيره تستفيد منها البلدين. تكلمنا عن حجم التبادل التجاري بيننا وبين البحرين، بين مصر والبحرين كام؟ 350 مليون دولار. الميزات التجاريه لصالح مين؟ كام وكام؟ والله انت تفاصيل هذه تحرجني بها انت، لكن لو حضرت الجلسه السابقه ذكر هذا الكلام، الارقام ذكرت ارقام كثيره، لكن حجم الاستثمارات البحرينيه في مصر هي 1.7 مليار دولار. هل تنوي الفتره القادمه في التوسع في الاستثمارات في مصر ان شاء الله؟ ان شاء الله. مصر في البحرين. مصر والبحرين الاثنين. حضرتك تكلمنا عن اهم المجالات اللي بتستثمروا فيها في مصر كبحرينيين، ايه؟ اظن العقار حاليا. العقار بس يعني في مجالات اخرى كثير مفتوحه. كل واحد يدرس على ما يشتهي. لو تحدثنا عن الدولار في مصر وازمه الدولار في السوق المصري، هل اثرت على استثماراتكم في مصر ام لا؟ اكيد اثرت. اكيد اثرت. اذا انخفض الجنيه المصري طبعا تاثر. سلبا ام ايجابا؟ تعتمد على تغير ازاي. انا مش حادخل في التفاصيل لان يعني هي في بعضها فيها مصلحه بعضها في ناس يقدروا يستغلوا الجانبين زياده في النقصان، لكن هذه شطاره بعدين. شكرا جدا يا فندم، نورتنا يا فندم. مشكور.